جميل محمد مواطن سقطري يعمل في مهنة الصيد، ويبدأ مع ساعات الصباح الأولى رحلته على متن قاربه طلبا للرزق وفي سبيل الحصول على ما يعول به أسرته. أدخل السمك يوم تحصل 3000 أو 2000، ويوم تخرج ماشي. رحلة الصيد كما يقول جميل محفوفة بكثير من المخاطر، وإلى ذلك فالصياد في سقطرى يعاني الكثير من المشاكل ويواجه العديد من الصعوبات. بعدين سبب عندنا في سقطرى سبب المصانع ماشي، والأصحاب السفن هذا يستولوا عليك في الأسماك، ما يستولوا ديرك أو صيد قشار أم البيال، وهذا كله تخرج برا. بعدين لا تقول عندك إمكانية تبرع، حد يستلم منك المصنع ولا شيء ماشي، يا أما توزعه ولا تبيع منه بألف ولا بألفين، أكثر معانا توزيع تعطي للناس مساكين. وهذا بعدين سبب عندنا البترول، هذا عندنا غالي صراحة، لا عندنا مصنع التلق ولا عندنا محطة البترول، نستلم المستثمرين قاعد يجيبوا الدرام هناك 27 يوصل هنا 30. قليل هو حجم عائدات جميل وأمثاله من العاملين في مهنة الصيد في جزيرة سقطرى، لكنها حيلة المضطر التي لا غنى لهم عنها ولا سبيل للعيش بدونها. نتمني من وزارة السمكية أن تجيب نحن مصنع التلق ومحطة البترول والمحافظة على القوارب بالميناء. تبقى أمال الصيادين هنا معلقة بالتفاتة المعنيين إلى حال هذه الشريحة وتشجيع جمعيات الصيادين واستثمار جهودهم في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.